تحدي الثلج المعروف بآيس باكيت تشالنج وصل إلى لبنان وتحول إلى حمى شغلت الكبار والصغار، ولكن هذه المرة على الطريقة اللبنانية. كاميرا المستقبل قامت بمبادرة بالتعاون مع جمعية الكشاف اللبناني وعدد من المواطنين. وصلت الدلاء بمختلف ألوانها على شاطئ بيروت وعبئت من مياه البحر ترشيدا لمياه الشرب، ومعها عودة الثلج والتحديات أيضا. أنا عماد شمويتلي من جمعية الكشاف اللبناني، بتحدى كل جمعية الكشاف في لبنان تشاركوا معنا بهذا التشالنج. أنا بتحدى طولي عقوبيان وجاسك عزار. بتحدى كل المدارس الرسمية في لبنان. بتحدى كارول سماح. بتحدى منير الحافي ورشا الخطيب. أنا عم فكر أتحدى صليب الأحمر اللبناني. I nominate أدهم رزق for the ALS Ice Bucket Challenge. I nominate جون جهشان for the ALS Ice Bucket Challenge. أنا كصياد بتحدى المذيع ميشيل أزي إذا في يعمل هذا العمل. وبعدها نفذ التحدي. ALS Ice Bucket Challenge بعده مستمر. كتار تحدونا ورشحونا. اليوم نحن رح نرشح الزملاء بتلفزيون المستقبل والسياسيين لحتى يقوموا بهذا التحدي. وعلى موقع يوتيوب خاض التحدي الملايين، ولم يخلو الأمر من لقطات مضحكة. يبقى التذكير بأن تحدي دلو الثلج يهدف إلى دعم مرضى التصلب العصبي الجانبي ونشر التوعية وجمع التبرعات، فهل من قبل التحدي ساهم فعلا في دفعها؟ سلمان العنداري، تلفزيون المستقبل.